للمزيد حول انتهاكات ميليشيا قصد في شمال السوري والرفض الشعبي لتواجدها، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس مركز إدراك للدراسات باسل حفار. أستاذ باسل، مرحبا بك. بداية، ميليشيا قصد تستخدم تعزيزات عسكرية وتفرض حظرا للتجول في شرق دير الزور، كيف ترى الرفض الشعبي لهذه الميليشيا في المناطق التي تسيطر عليها؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. الحقيقة هذه المواجهات أو اشتباكات التوتر الذي يسود المنطقة ليس الأول، لكنه ربما يكون الأوسع منذ سيطرة قسد أو انتشار قواتها في هذه المنطقة قبل عامين. قسد خلال الفترة الماضية حاولت بشكل أو بآخر فرض واقع لا يتناسب وطبيعة تكوين هذه المنطقة من حيث الديموغرافيا أو الطبيعة الاجتماعية والثقافية لهذه المنطقة، وهذا تسبب بتوتر متصاعد طوال الفترة الماضية. وكانت هناك محاولات مختلفة من عدة جهات في مقدمتها الولايات المتحدة باستمرار لاستيعاب التوترات وإقناع المكونات المختلفة في مقدمتها المكون العربي والمكون الآثوري والمكونات الأخرى للقبول بواقع الذي تحاول قسد فرضه أو لإحداث مقاربة من نوع ما ترضي هذه الأطراف، ولكنها يعني يبدو أن هذه المحاولات فشلت، والمنطقة بشكل أو بآخر اليوم هي في على أعتاب مواجهة واسعة بين قسد وحلفائها من جهة وبين المكون العربي والمكون العشائري المنتشر في المنطقة ومن جهة أخرى. يعني منذ أيام تشكل كيان جديد في دير الزور باسم الهيئة السياسية في دير الزور، لماذا لم تستطع هذه الهيئة أن تقنع أهالي مناطق نفوذ التحالف الدولي الراعي لميليشيا قسد وتقدم نفسها بديلا عن حزب الاتحاد الديمقراطي المرفوض شعبيا؟ معظم التشكيلات التي تشكلت، سواء التشكيل الذي ذكرته هو الذي تشكل مؤخرا وقبله تشكيلات أخرى كثيرة، يعني تجاوز عددها حوالي 13 تشكيل، قدمت نفسها بأنها تشكيلات يمكن أن تقوم على ترتيب أوضاع المنطقة أو تقديم مقاربة من نوع ما يعني ترضي مختلف مكونات المنطقة، لكنها في الواقع كانت مجرد واجهات في محاولة لتمرير مشروع قسد بشكل أو بآخر، وليست بديل حقيقي عنه أو أنها قدمت مقاربة مختلفة عن المقاربات التي تقدمها قسد. وهذا يعني أثار غضب المواطنين في منطقة شرق الفرات أكثر وزاد من حدة التوتر. نعم، المعلومات تفيد أيضا بدخول قافلة للجيش الأمريكي إلى قاعدته في محيط الحسكة، يعني برأيك يعني إلى أي مدى يمكن ربط الحراك الشعبي ضد ميليشيا قسد ب وصول هذه القافلة الأمريكية؟ بالتأكيد معظم التواجدات الأمريكية هي ترتبط بأمرين بشكل أساسي، الأول هي مساندة قسد والتشكيلات التابعة لها من ناحية، والأمر الآخر هي صد هجمات داعش التي تلقى أو يعني تتصاعد باستمرار في المنطقة، ومن وقت لآخر تستخدم الولايات المتحدة تعزيزات لهذين الغرضين، يعني إسناد قسد من ناحية و الوقوف بوجه هجمات داعش التي تتصاعد في المنطقة باستمرار. يعني ما الهدف من الدعم الأمريكي لهذه الميليشيا المرفوضة شعبيا؟ ميليشيا قسد هي ميليشيا حليفة للولايات المتحدة، خاضت معركة يعني خاضت إلى جانبها معارك التحالف خلال السنوات الأربع الماضية، وبالتالي هي الولايات المتحدة تعتبر نفسها ملزمة بشكل أو بآخر بدعمها في مقابل توفير موطئ قدم في هذه المنطقة، مسألة النفط، العديد من المصالح اللي باتت مصالح متشابكة بشكل أو بآخر، مع مرتبطة بفكرة استمرار قسد ووجود قسد في المنطقة. حاليا الولايات المتحدة لديها حليف واحد في هذه المنطقة وفي سوريا عموما هو قسد، وتجد نفسها ملزمة بشكل أو بآخر لإسناد هذه الميليشيات يعني حتى يعني يتبلور واقع سياسي مختلف أو موازنات سياسية مختلفة، يعني تمنح الولايات المتحدة المجال نحو تحالفات جديدة أو نحو دعم أطراف أخرى. من إسطنبول رئيس مركز إدراك الدراسات السيد باسل حفار، شكرا جزيلا لك.